بادر بشار ضيفه عند مدخل صالون الاستقبال قائلا: أهلا وسهلا بك في سوريا، إن شاء الله ما بتكون إلا مرتاح. وانتقل الرجلان إلى خلوة دامت أكثر من 3 ساعات، استهلها الأسد بنفي علاقته باغتيال رفيق الحريري، مبديا رغبته في إقامة علاقة شخصية مع ضيفه. الحريري الذي حمل معه مجموعة ملفات للنقاش حرص على التأكيد في أول مواقفه أن زيارته خطوة في اتجاه مصالحة عربية أطلقها خادم الحرمين الشريفين، وأنها ترجمة لرغبته. ما رحت عشان سعد الحريري، رحت لأنه كان في اتفاق عربي أنه نرجع نستوعب سوريا إلى الحضن العربي، وواحدة من هالخطوات كان أنه ترجع الأمور بلبنان، يعني على علاقات سوية بيننا وبين سوريا. ولذلك يعني أنا بعتبر أنه اليوم فتحنا سفارة لبنانية بقلب سوريا، وانفتحت سفارة سورية بلبنان، هو إنجاز إذا بتطلع من يعني منذ بداية نشأة لبنان لليوم ما كنا قادرين نحصل عليه وحصلنا عليه. تكلفته كانت غالية علي وعالية علي، إن كان بالشعبي ولا إن كان بالنفسي ولا بالشخصي، ولكن أنا يعني قررت إن أشتغل سياسي، وجزء من إنه الواحد يعمل رئيس وزارة في لبنان وهذيك المرحلة كان الكل بده إنه ترجع سوريا للحضن العربي.